شباب سينيور طول غاليين، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وسلام وعافيه. الفيديو ده مهم جدا 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 جدا. يلا بينا يلا بينا، ورقه وقلم وتحل ورايا. يلا بينا. اكيد انت فهمتني، اكيد انت فهمتني. اول اداره، إدارة وسط. بيقول لك إيه؟ body move 40 meter towards east. يعني في body اتحرك ناحية الايست كام؟ 40. أوكي، 40 meter towards the east. ماشي كده؟ ناحية الايست 40. حلو. وبعد كده اتحرك 40 رود 3 ناحية النورس. اتحرك كده ناحية النورس 40 رود 3. عايز ايه هو الراجل؟ عايز الديسبليسمنت. عايز الحتة دي بكام؟ هنعمل ايه؟ ولا الهوا، هتجيب الديسبليسمنت، هعمل ده بار 2 بلس ده بار 2، يعني 40 بار 2 بلس كام؟ 40 روت 3 اول بار 2 هتطلع ب 80، يبقى الديسبليسمنت ب 80. طب 80 في اتجاه مين؟ ما هو هنا في اجابتين، في 80 اجابتين، في 80 وفي 80. يبقى انا لازم اجيب الانجل، اجيب الانجل دي. فهقول ايه؟ هقول تان، تان سيتا ايكوال اوبزيت على ادجيسنت، يعني 40 روت 3 على 40. هعمل شيفت تان، هطلع سيتا، سيتا تطلع ب 60، يبقى الانجل هنا ب 60. كلام عظيم. يبقى شيفت تان 40 روت 3 على 40 تطلع الانجل ب 60، يبقى هنا 60 نورث اوف ايست. يبقى الاجابه الاخيره. ليه نورث اوف ايست؟ لان اخر حاجه اتقالت هي اخر حاجه بحط معاها الانجل. يعني هو الايست اخر حاجه، يبقى الايست دي اللي هتحط معاها كام؟ 60. السؤال اللي بعديه، سايكلست موف، سايكلست موف 30 كيلومتر اون ذا ستريت روت، حلو، باي فيلوستي 18 كيلومتر بير اور، وماشي 30. ها يبقى الاس، اس 1 بكام؟ 30 كيلومتر، وفي 1 ب 18 كيلومتر بير اور. ماشي، ذن ريتيرن باك، وبعد كده رجع 20 كيلومتر in the opposite direction by velocity 15، يبقى S2 كام؟ 20 ب velocity 15. تعرف بقى تجيب T2؟ هتبقى S2 على V2. تعرف هنا تجيب T1؟ طبعا S1 over V1. طب S1 بكام؟ S1 ب 30 على 18. طب هنا S2 اللي هي 20 على 15. هو عايز ايه؟ عايز الافريج فيلوستي. طب الافريج فيلوستي هتبقى كام يا عموره؟ هتبقى S1 ماينس S2 على T1 بلس T2. S1 اللي هي كام؟ 30 ماينس S2 اللي هي 20 على T1 اللي هي 30 على 18 بلس T2 اللي هي 20 على 15. واحسب دي، شوف الاجابه هنا هتطلع بكام. السؤال اللي بعديه رقم 3، بيقول لك في اي ايكوال 15 وفي بي ايكوال 22، عايزين في اي بي. هقول في اي بي ايكوال في اي ماينس في بي. في اي اللي هي بكام؟ ب 15 ماينس في بي اللي هي 22، هتطلع الاجابه بنيجاتيف 7، يبقى الاجابه هنا بي. طبعا مفيش اسهل من كده امتحان. السؤال رقم 4، بيقول لك تو كار موف ان ذا سيم روت ان ذا سيم دايركشن، في نفس الطريق وفي نفس الدايركشن. ذا ديستانس بتوين ذم ايكوال 800 متر ات ذا مومنت، في اللحظه اللي الكار الاولانيه ماشيه في فيلوستي 60، كان في كار ثانيه ماشيه في فيلوستي 80. عايز التو كار هيوصلوا بعد قد ايه؟ ادي اس وادي في وادي تي. طيب اس في تي، طب حلو، اس بكام؟ اس ب 800 متر، المسافه الكليه.
وهنا في اي بي، في اي بي اللي هي في اي ماينس في بي عشان هما سيم دايركشن. طب في اي بكام؟ 80 ناقص 60 هتطلع ب 20، بس خلي بالك دي 20 كيلومتر بير اور، انا عايز احولها لمتر بير سكند، هضربها في كام على كام؟ في 5 على 18. 20 في 5 على 18 هحسبها اشوف هتطلع بكام. 20 في 5 على 18 شوف دي هتطلع بكام، هتطلع يا سيدي ب 50 على 9. طيب تعرف تجيب التايم؟ طبعا اعرف اجيب التايم. هتبقى التايم ليه؟ لان دي 800 متر وتحت كان الكيلومتر بير اور، فلازم احولها لمتر بير سكند. التحويلات مهمه جدا جدا جدا. طيب بص، يبقى دي هتبقى 800 اوفر كام؟ 50 على 9. هتطلع التايم بكام؟ هيطلع التايم يا باشمهندس، هيطلع التايم يا باشمهندس 144 سكند. بس خلي بالك دي سكند، انا عايز احولها لايه؟ دي سكند عايز احولها لمينت، لان هو عايز الاجابه بالمينت. يبقى 144 ديفايدد 60، 144 ديفايدد 60 هتطلع الاجابه ب 2.4، يعني الاجابه سي. السؤال اللي بعديه، بص السؤال رقم كام؟ رقم 5. بيقول لك بارتكل موف هيز فيلوسيتي كام؟ هيز فيلوسيتي تشينج فروم 54 كيلومتر بير اور ل 3 متر بير سكند ان هاف مينيت. يا نهار تحويل، يعني الفي نوت 54 كيلومتر بير اور هضربها في 5 على 18 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 15، والفي ب 3 متر بير سكند، والتي هاف مينت، هاف مينت هضربها في 60 تبقى 30 سكند. طيب عايز ايه هو؟ عايز الاكسلريشن. هكتب في ايكوال في نوت بلس اي تي، في اللي هي 3، في نوت اللي هي 15، ايه معرفش، التي اللي هي ب 30، دي بالبلس تجينا بالماينس، 3 ناقص 15 ايكوال ايه تايمز 30، يبقى نيجاتيف 12 ايكوال ايه تايمز 30، يبقى الاي نيجاتيف 12 على 30 هتطلع نيجاتيف 0.4، هي دي الاجابه الصح. ده السؤال كان رقم كام؟ 5. ندخل على السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 بيقول لك ايه؟ كار موفز فيلوستي 90 كيلومتر بير اور، يعني الفي نوت 90 كيلومتر بير اور هضربها في 5 على 18 هحسبها 90 تايمز 5 اوفر 18 هتطلع ب 25 متر بير سكند. ماشي، يوز ذا بريك، استخدم الفرامل. بقى ماشي بديسيليريشن، خلي بالك سرعته قلت ل 5 الاكسلريشن بقت 5 متر بير سكند، يعني الاكسلريشن هنا هتبقى نيجاتيف 5 متر بير سكند سكوير. تلقت ذا كار ستوب، تلقت ذا كار ستوب، يعني ايه كار ستوب؟ يعني الفي فاينل بزيرو. يبقى الفي نوت 90 في 5 على 18، الاي بنيجاتيف 5، الفي بزيرو، عايزين ايه بقى هو؟ عايز الديستانس. هجيب الديستانس ازاي؟ في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 اي اس. الفي بزيرو، الفي نوت ب 25 سكوير، 2 في ايه اللي هي نيجاتيف 5 في اس. هعرف اجيب الاس، تعرف تجيب الاس، تبقى 25 بار 2 على 2 تايمز 5. تعرف تجيب الاس، الاس هتطلع بكام يا باشمهندس؟ هتطلع الاس ب 62.5. السؤال اللي بعدي، بارتكل ستارت موشن فروم كونستنت دايركشن باي فيلوستي 10 متر بير سكند باي يونيفورم اكسلريشن 4 سنتيمتر بير سكند. يبقى الفي نوت ب 10 والاكسلريشن ب 4. خلي بالك عايز المسافه اللي مشاها 5 سكند. انا قلت لك اول لما اتقابل 5 سكند وفيرست سكند والكلام ده بتروح عامل ايه؟ بتروح عامل المثلث بتاعنا وتروح كاتب القانون ده. ماشي، ادي اس في تي، تي دي اللي هي عدد الثواني، عدد ايه؟ عدد الثواني.
طيب الفي معرفهاش هجيبها، الفي اهي. طب الفي نوت ب10، الاي ب4، التي التي قال لك 5 سكند نشيل منها هاف تبقى 4.5. مش احنا متفقين كده؟ لو قال لك 5 سكند بشيل منها هاف. طب لو قال لك مثلا 5 و6 و7 باخد اللي في النص اللي هي 6 واشيل منها هاف. طب وقال لك 5 سكند بشيل منها هاف تبقى 4.5. يبقى هنا يا باشمهندس هتطلع كام؟ هتطلع دي 28. الفي فاينل هنا ب 28. حلو، يبقى الفي فاينل هنا ب 28 والتي بكام؟ قال لك 5 سكند يعني ثانيه واحده. 28 تايمز 1 هتطلع ب 28، يبقى الاجابه هنا 28. سؤال رقم 8 بيقول لك بادي موف. السؤال رقم 8 ده سؤال جامد قوي. بادي موف يونيفورم اكسلريشن باسنج ثرو ايه؟ ماشي ادي ايه؟ اند باسنج ثرو بي، ادي في ادي بي ماشي. وبيقول لك عايز الفيلوستي في الميدل ديستانس بين اي وبي، عايز الفيلوستي في النص هتبقى كام؟ طبعا انت عندك هنا اسمها في اي ودي اسمها في سي ودي اسمها في بي، هو عايز في سي دي بكام؟ عايز الفي سي كام؟ سؤال طبعا مهم جدا جدا جدا. طيب اول حاجه هيجيب في اي، في اي باور 2 ايكوال في نوت باور 2 اللي هو كام بقى؟ او سوري عايز اجيب في بي، هجيب في بي بار 2 ايكوال في نوت بار 2 اللي هو في اي بار 2 بلس 2 اي في اس. طب حوالي دي بالماينس يبقى في بي بار 2 ماينس في اي بار 2. خلي بالك عشان ده سؤال غلس، 2 اي اس. طب عايز اجيب الاس لوحدها، هجيب الاس لوحدها ازاي؟ تبقى في بي بار 2 ماينس في اي بار 2 على 2 ايه. طيب انا عايز اجيب نص المسافه، دي المسافه كلها خلي بالك، دي كده المسافه كلها، انا عايز اجيب نص المسافه يبقى هاف اس ايكوال، هجيب نص المسافه ضربت دي في هاف هضرب دي كمان في هاف، يبقى في بي بار 2 ماينس في اي بار 2 على 2 في 2 تبقى 4 ايه. تمام، يبقى اول حاجه ادي ايه وادي بي وادي سي. انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الفيلوستي عند بيها، اقول في بي بار 2 ايكوال في اي بار 2 بلس 2 اي اس. طب حوالي دي بالماينس يبقى في بي بار 2 ماينس في اي بار 2 ايكوال 2 اي اس. عايز اجيب الاس لوحدها يبقى في بي بار 2 ماينس في اي بار 2 على 2 اي، هضرب دي في هاف وهضرب دي في هاف. اوكي اوكي. طب عايز مين بقى؟ عايز الفيلوستي عند السي. طب هجيب اهو في سي، اقول في سي بار 2 ايكوال في اي بار 2 بلس 2 اي اس. طيب حلو، كلام عظيم. يبقى في سي بار 2، في سي بار 2 ايكوال في اي بار 2 بلس 2 اي في اس. اس اللي هي كام؟ اس اللي هي هنا مش هتعتبر اس بقى، هنا تعتبر هاف اس، يعني اس دي تعتبر هاف اس. هاف اس اللي انا بطلعها بكام؟ في في بي باور 2 ماينس في اي باور 2 على 4 اي. ماشي، مين هيروح مع مين؟ 2 هتروح مع 2 هنا، يبقى في اي باور 2 بلس والاي هتروح مع ايه؟ في هيتبقى تحت 2، في بي باور 2 على 2 يبقى في بي باور 2 على 2 ماينس في اي باور 2 على 2. اطرح اطرح ده من ده، في اي باور 2 ماينس في اي باور 2 هطرح دي واحد ودي هاف تبقى هاف في اي باور 2 بلس هاف في بي باور 2. طيب يعني من الاخر الفي سي باور 2 هتبقى عباره عن في اي باور 2 بلس في بي بار 2 على 2. هعمل هنا روت واعمل هنا روت، هعمل هنا روت واعمل هنا روت، شوف دي هتطلع بكام؟ هتبقى روت في اي بار 2 بلس في بي بار 2 على 2، يعني الاجابه الاولى. يبقى تاني اهو انا هعيد من الاول، سؤال رخم زي ما قلنا، في بي هتبقى في اي بار 2 بلس 2 اي اس. حلو،
وديت دي بالماينس بقت في بي بار 2 ماينس في اي بار 2 ايكوال 2 اي اس. يبقى الاس ايكوال في بي بار 2 ماينس في اي بار 2 على 2 اي. هروح ضرب دي في 2 عشان عايز اجيب نص المسافه لغايه سي. ضربت تحت هنا في هاف وضربت هنا دي في 2 بقت 4. حلو، دي المرحله الاولى. تعالى المرحله الثانيه، عايز اجيب الفي سي. هقول في اي بار 2 بلس 2 اي هاف اس. الاس دي اللي هي هاف اس، هاف الاس الاصليه يعني. طيب يبقى في اي بار 2 بلس 2 اي مضروبه في هاف اس. هاف اس اللي انا اشيلها واحط مكانها كام؟ في بي بار 2 ماينس في اي بار 2 على 4 اي. الاي هتروح مع الاي، وهنا 2 تروح مع 2، يتبقى تحت 2. في بي بار 2 على 2 تبقى في بي بار 2 على 2، في اي بار 2 على 2 تبقى في اي بار 2 على 2. اطرح ده من ده، 1 ماينس هاف في اي بار 2 تبقى هاف في اي بار 2 بلس هاف في بي بار 2. بعد كده اعمل ارو، هتطلع ان واحده الاجابه ايه؟ السؤال رقم 9، body projected vertically upward، يعني حذفت ده لفوق، حذفت ده ايه؟ لفوق. يبقى الجيب كام؟ يبقى الجيب نيجاتيف 9.8 by velocity 49، يعني في نوت ايكوال 49. then the time taken to reach to the maximum height، عايز التايم اللي توصل للماكسيمم هايت. طالما ماكسيمم هايت يبقى الفي فاينل بكام؟ بزيرو. عايز التايم يبقى في ايكوال في نوت بلس جي تي. في بزيرو، في نوت ب 49، الجي بنيجاتيف 9.8، التي معرفش. تعرف تجيب التي هتبقى 49 على 9.8، هتطلع التي ب 5. السؤال اللي بعديه ده رقم 9. السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 10، ستون بروجيكتد ان 12 باي فيلوستي 4. حلو، يبقى في نوت ب4 والجي فيرتيكلي داون وورد، يبقى الجي ب 9.8. تمام، تو ريتش تو ذا بوتم افتر 2 سكند، يعني التي ب 2. عايز الدبس، دبس اللي هو الديستانس يعني. طب انا عندي في نوت وعندي جي وعندي تي، تعرف تجيب القانون بتاع الديستانس؟ طبعا. هجيب ايه؟ هقول اس ايكوال في نوت تي بلس هاف جي تي بار 2، يعني اس ايكوال في نوت اللي هي ب 4 في تي اللي هي ب 2 بلس هاف في 9.8 في تي سكوير اللي هي 2 سكوير. تطلع الاجابه خلصت تمام، هتطلع الاجابه 27.6، يعني الاجابه الاولى. السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 11، بودي بروجيكتد فيرتيكلي ابورد، عايز الديستانس ان ذا لاست سكند، رقم كام دي؟ رقم 11. طيب اترمت لفوق، يبقى الجي بك عايز ذا ديستانس ويتش ميك ان ذا لاست سكند بيفور ات بيكيم تو ريست. بادي بروجيكتد فيرتيكال ابورد، يعني الجي بنيجاتيف 9.8. ماشي، الجي بكام؟ بنيجاتيف 9.8. طيب والفي فاينل، والفي فاينل بزيرو بروجكتد فيرتيكلي. طيب وال وايه تاني؟ بكام تو ريست؟ هو قال لك ات ريست، يعني الفي فاينل بزيرو. والفي نوت احنا قلنا بكام؟ الفي نوت. طيب والجي والتايم بكام؟ هو قال لك لاست سكند، يعني التي بواحد. طيب عايز ايه هو؟ عايز الديستانس، هجيب الديستانس، يعني هجيب الديستانس اس ايكوال في نوت تي بلس هاف جي تي سكوير. يبقى في نوت اللي هي بكام؟ في نوت اللي هي بزيرو بلس هاف في جي اللي هي نيجاتيف 9.8 في تي سكوير اللي هي 1 سكوير. هتطلع الاس، هتطلع الاس 4.9. السؤال اللي بعديه بيقول لك عايز A داش يونيون B داش. A داش يونيون B داش ده قانون هتلاقيه في ورقة المفاهيم، هيبقى A انترسكت B all داش. يبقى أنا واحدة، يبقى الإجابة A. السؤال اللي بعديه، A and B two mutually exclusive، الكلمة دي يعني معناها إن الانترسكت بكام؟ بزيرو. الكلمة دي معناها إن الانترسكت بكام؟ بزيرو. السؤال رقم 14، طبعا ده سؤال أهبل، بيقول لك بول بوكس كونتين كام؟ 10 بولز، 5 وايت و2 ريد والباقي جرين، يبقى في كام واحده جرين؟ اكيد في 3. عايز البروبابيلتي بتاعه الريد.
طب الريد هما كام واحده ريد؟ احنا قلنا كام واحده ريد؟ 2، والتوتال كلهم 10، يبقى 2 على 10، 2 على 10 اللي هي 1 على 5. كام واحده ريد؟ 2، والتوتال كله كام؟ 10، 2 على 10 تطلع بكام؟ 1 على 5. السؤال اللي بعديه عايزين ايه انترسكت بيه بكام؟ طب انا هكتب القانون بي اي يونيون بي ايكوال بي اي بلس بي بي ماينس الانترسكت. بي اي يونيون بي ب 0.9، بي اي ب 0.7، بي بي ب 0.4 ماينس الانترسكت. يبقى 0.9 ايكوال 0.11 بلس او ماينس بي اي انترسكت بي. دي بالبلس تيجي هنا بالماينس تبقى 0.2، يبقى الاجابه هنا 0.2. السؤال اللي بعدي هنا داي اترمت مرتين. حلو قوي السؤال ده، داي اترمت مرتين. طب اترمت مرتين هنعمل ايه بقى؟ ليلتك سودة يا عباس، ليلتك سودة يا عباس. ايه بقى؟ اترمت مرتين. طالما قال لك اترمت مرتين هنعمل كده اهو، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 تبقى دي كام وكام؟ 1 و1 1 و2 1 و3 1 و4 1 و5 1 و6. ها 2 و1 2 و2 2 و3 2 و4 2 و5 2 و6، 3 و1 3 و2 3 و3 3 و4 3 و5 3 و6، 4 و1 4 و2 4 و3 4 و4 4 و5 4 و6، 5 و1 5 و2 5 و3 5 و4 5 و5 5 و6، وهكذا. طيب هو عايز مين؟ عايز النمبر السم ليس ذان 4. مين اللي اقل من 4؟ ادي 1 و2 و3، اللي اقل من 4. كم نمبر اقل من 4؟ 3. يبقى 3 هو بيقول لك ليس ذان اور ايكوال 4، يعني 1 و3 4 تنفع، و2 و2 4 تنفع. يبقى 1 و1 1 و2 1 و3 و2 و1 و2 و2، يعني كام؟ يعني وكام؟ كام؟ و3 و1 تنفع صح، شاطر. يبقى كده كام واحدة؟ 6. يبقى 6 على التوتال كله 36، 6 على 36 يعني 1 على 6، يعني الإجابة سي. السؤال اللي بعديه طبعا بقى هو ممكن يقول لك إيه؟ ممكن يقول لك مثلا الصم إيكوال 10 السنة دي، تمام؟ أنت بقى وحظك السنة دي أو السنة اللي جاية أو مش عارف بصراحة يعني، تمام؟ ماشي. هنا اللي بعديه أنت فاهمني؟ ماشي. هنا بيقول لك كوين اترمت كام مرة؟ اترمت 3 مرات. كوين اترمت 3 مرات. طب اهو كوين، يبقى هيد وتيل. هنا هيد وتيل، هنا هيد وتيل، هنا هيد وتيل، هيد وتيل، هيد وتيل، هيد وتيل. ماشي. يلا هنعملها ازاي؟ بص يا سيدي، تبقى هيد هيد هيد، بعد كده هيد هيد تيل، هيد هيد تيل، بعد كده ها اتش تي اتش، اتش تي اتش، بعد كده اتش تي تي، بعد كده تي اتش اتش، بعد كده تي اتش تي، بعد كده تي تي اتش، بعد كده تي تي تي. هو عايز ايه بقى؟ عايز تو تيل، تو تيل، تو تيل، تو تيل، تو تيل. ادي 1 توتال، ادي 2، ادي 3، يبقى 3، يبقى 3 على 8، يبقى الاجابه هنا كام على كام؟ 3 على 8. هو عايز توتال، توتال، ادي 1 وادي 2 وادي 3، ماشي؟ يبقى 3 على 8 توتال اتليست، توتال اتليست، يعني يا 2 تيل يا 3، 2 تيل على الاقل، يبقى يا 2 يا 3 تيل، يبقى دي تنفع كمان. يبقى كام؟ يبقى 4 على 8. طب 4 على 8 اللي هي كام على كام؟ 4 على 8 اللي هي هاف.
يبقى 2 تيل اتليست، يعني يا 2 تيل على الاقل، يعني يا 2 يا 3 تيل. طيب السؤال اللي بعديه ماشي، عايز ايه؟ عايز بي اي ماينس بي. طب ايه هو القانون بتاع بي اي ماينس بي؟ بي اي ماينس بي ايكوال بي اي ماينس الانترسكت. طب بي اي بكام؟ بي اي ب 3 على 8 والانترسكت 1 على 4. اطرح الاثنين من بعض، خلصت. السؤال اللي بعديه، اف ذا اي اند بي تو ايفنت. حلو، بي اي داش ايكوال 1 على 3 بي اي، بي بي ايكوال هاف، بي اي انترسكت بي ايكوال 3 على 8. طب هي بي اي داش ايكوال 1 على 3 بي اي، وعايز البروبابيلتي اوف اكيورنج اتليست. اول ما اقول لك الكلمه دي بتاعت اتليست، اتليست دي يعني هو عايز بي اي يونيون بي. طب بي اي يونيون بي، ايه هو قانون بي اي بلس بي بي ماينس الانترسكت؟ طب بي بي بكام؟ بهاف، والانترسكت ب 3 على 8. طب وبي اي هجيبها، هي بي اي داش 1 ماينس بي اي ايكوال 1 على 3 بي اي. هودي دي هنا، يبقى 1 ايكوال 1 على 3 بي اي بلس بي اي، يبقى 1 ايكوال 1 على 3 زائد 1 تبقى 4 على 3 بي اي. هودي ال 4 على 3 بالديفايدد، يبقى البي اي ايكوال 3 على 4، يبقى هنا دي 3 على 4 واحسب. يبقى تاني بي اي داش 1 ماينس بي اي ايكوال 1 على 3 بي اي، دي بالماينس تروح هناك بالبلس، يبقى 1 على 3 بي اي بلس 1 بي اي يبقى 4 على 3 بي اي. هودي دي بالديفايدد، يبقى البي اي ايكوال 3 على 4، اعوض هنا خلصت. السؤال اللي بعديه رقم كام؟ رقم 20. طيب عايز ايه في رقم 20؟ السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه؟ بيقول لك اف زون ماشي، هو دلوقتي عايز البروبابيلتي بتاعت البيرسون بتاعت الومن اللي دازنت سبيك عربي. مين؟ الومنز اللي ما بتقراش عربي. طبعا هنا سبيك انجلش، ادي وومن اهي، ده سبيك عربي اوكي، ده دول سبيك انجلش ودي سبيك فرنش، يبقى دول اللي هو عايزهم اللي هم كام بقى؟ ما هو بيقول لك دازنت سبيك عربي، يبقى كام؟ 35 على التوتال كله. توتال كله كام؟ 200. مش توتال وومن، توتال كله 35 على 200 اللي هي تطلع 7 على 40، يعني الاجابه الاولى. السؤال اللي بعديه اي سي كويستشنز. اول حاجه بيقول لك ايه؟ فروم ذا توب اوف ذا تاور ماشي هايت 9.8. انا قلت لك طالما قال لك بيحذف حاجه من فوق حاجه، فروم ذا توب اوف ذا تاور، يبقى جي بنيجاتيف 9.8، يبقى جي بنيجاتيف 9.8. حلو، بروجكتد فيرتيكلي ابورد، والاس هنا بنيجاتيف 9.8. الاس لان هو بيحذف حاجه لفوق، انا قلت لك الديسبيسمنت بتكون بالنيجاتيف والجي كمان بتكون بالنيجاتيف. ماشي، عايز الفيلوستي لما توصل لتحت. طبعا هو بيقول لك هنا اترمت بفيلوستي يعني في نوت 4.9، عايز الفيلوستي لما توصل لتحت. خلاص سهله، سهله جدا. هو بيقول لك اتحذفت لفوق يعني الجي بنيجاتيف 9.8 والاس اللي هو واقف عليها بنيجاتيف 9.8، عايز الفيلوستي، يبقى في نوت بار 2 2 جي اس، يبقى في بار 2 ايكوال في نوت اللي هي 4.9 بار 2 2 في نيجاتيف 9.8 في نيجاتيف 9.8، هطلع الفي بار 2 هطلع الفي هتطلع 14.7. خلصت. السؤال اللي بعديه، يبقى طالما بيحذف حاجه من فوق حاجه الديسبيسمنت باخدها بالايه؟ بالنيجاتيف. طيب ترين لينس 200 متر موف باي فيلوستي 80، انذر ترين اللينس بتاعه 100 ان ذا اوبزيت دايركشن. ماشي، ده ماشي بسرعه كام؟ ده ماشي بسرعه 70 والاولاني كان ماشي ب 80، عايز التايم اللي الاثنين هيتقابلوا فيه. سهله جدا، هرسم المثلث بتاعي، ادي ايه؟ ادي اس وادي في اي بي وادي التايم. اس اللي هي المسافه الكليه يعني 200 زائد 100، وفي اي بي هما الاثنين ماشيين اوبزيت دايركشن، خلي بالك هتبقى في اي بلس في بي، يعني كام؟ في اي بلس في بي يعني 80 زائد كام؟ زائد 70، يبقى 150. تعرف تجيب التايم؟ هعرف اجيب التايم، هتبقى 300
على 150. 300 على 150 هتبقى 2 اور. خلصت. بس هو عايز الاجابه بالسكند. عايز الاجابه بالسكند، يبقى 2 اور هضربها في 60، هضربها في 60 كده حولتها لسكند. كده خلصنا إدارة وسط. يلا بينا ندخل على إدارة إيه؟ المنتزه. يلا بينا يلا بينا. أول سؤال في إدارة المنتزه بيقول لك R إيكوال كام؟ R إيكوال 3 تي زائد 2 I بلس 4 تي ناقص 1 جي. شباب بتوع إدارة المنتزه ركزوا لو سمحتوا. طيب هنعمل إيه؟ عايز الديسبليسمنت. عشان نجيب الديسبليسمنت هشيل الأرقام، هشيل الارقام، هنا مفيش ارقام، يبقى هنا اس ايكوال 3 تي اي بلس 4 تي ماينس تي جي. ده الاس. طب هو قايل لك ايه بقى؟ قايل لك التي بكام؟ قايل لك التي بواحد. التي بواحد يبقى 3 في 1 ب 3. هنا 4 في 1 ب 4. حلو. 4 ناقص 3 هو قايل لك تجيب واحد، 4 في 1 ب 4 ناقص 1 تبقى 3. ولا دي ايه؟ 4 تي هي دي واحد ولا تي؟ احنا بنشيل الارقام يبقى 4 تي ماينس تي. طب تجيب واحد، 4 في 1 ب 4 ناقص 1 3. هنا في غلطة، دي واحد. ماشي. يبقى هنعمل ايه؟ ادي ار، عايز اجيب الاس، هجيب الاس عادي، هشيل الارقام. الكونستنت دي واحد، ها؟ دي واحد مش تي، تبقى 3 تي اي زائد 4 تي جي. طيب، حد يعرف بقى يجيب يعوض التي؟ اه، التي بكام اصلا؟ التي بواحد. يبقى 3 في 1 ب 3 زائد 4 في 1 ب 4. حد يعرف يجيب الاس نورم؟ هنجيب الاس نورم هتبقى روت 3 باور 2 بلس 4 باور 2 هتطلع ب 5. يبقى الاجابه هنا 5. السؤال اللي بعديه اداره المنتزه، خلي بالك. السؤال اللي بعديه موتور سايكليك موف باي ستريت روت 75، يبقى الفي اي ايكوال 75. حلو. تريدر واتش ذا كار، السواق بتاع الموتور سايكليك شاف كار ماشيه ان ذا اوبزيت دايركشن، شاف كار، يبقى في بي اي ايكوال 130. عايز ايه هو؟ عايز السرعه الحقيقيه للكار. يبقى هكتب في بي اي ايكوال في بي بلس في اي. يبقى في بي اي اللي هي 130 ايكوال في بي معرفهاش بلس في اي اللي هي 75. هودي دي بالماينس، 130 شيل منهم 75 هتطلع 55. السؤال اللي بعديه دي عملتها بلس عشان هي اوبزيت دايركشن. كوين ريليزد باي 1.4، حلو، يعني في نوت ريليزد يعني في نوت بزيرو. والاس بكام؟ والاس ب 1.4. والاكسلريشن، الاكسلريشن اللي هي جي ب 1.67، اكسلريشن بتاعت المون. عايز التايم اللي هتوصل فيه للارض، هقول اس ايكوال في نوت تي بلس هاف جي تي سكوير. طيب عايزين نعرف التايم اللي هتوصل فيه للارض. طب الاس بكام؟ 1.4. في نوت ب 0، هاف في جي اللي هي 1.67 في تي سكوير. تعرف تجيب التي سكوير؟ هعرف اجيب التي سكوير، هتطلع التي بروت 280 على 167. يعني الإجابة هتطلع دي. السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه بيقول لك the opposite graph represent acceleration and time. initial speed before يعني الفي نوت بأربعة. هو عايز الفيلوستي. طب الفيلوستي ايكوال في نوت بلس اي تي. طب الفي نوت بكام؟ الفي نوت اهي. الفي نوت سوري. في نوت بكام؟ الفي نوت هو قايل لك عليها باربعه، الانيشال فيلوستي باربعه. طب والاي بكام؟ سمعت انك بتصور وانت جايب لك ريد بول. حبيب قلبي، حبيب قلبي، جايب لي حاجات مقاطعه جميل. الله، ماشي ماشي، ربنا يخليك. شكرا. شكرا. تعال. تعال.
تعالى يا جماعه معلش يعني هيجيبكم، هو ده صغير على الكلام ده، ماسك ايس كريم كونو يعني هو صغير وده ماسك ايس كريم يعني العيال دي صغيره. امشي يا ابني قول من هنا يا ابني، امشي يا ابني قول من هنا يا ابني. جبت لي واحده معاك ولا لا؟ ماشي. يبقى في نوت اللي هي باربعه. طب الاكسلريشن بكام يا باشا؟ الاكسلريشن باتنين. هقول ايه باتنين؟ يبقى 4 بلس 2 تي، يبقى الاجابه هنا تطلع بي. السؤال اللي بعديه بيقول لك كاردز من كام لكام بقى؟ الكاردز من واحد كاردز ماشي، فروم 10 كاردز. عايز الارقام مترقمه من 11 ل 20، عايز الارقام الايفن نمبر اللي ديفيزبل باي 3. الارقام الايفن اللي بتتقسم على الثلاثه من 11 ل 20. تعال نكتب من 11 ل 20، دي الارقام من 11 ل 20. هو عايز الارقام اللي بتتقسم على الثلاثه، دي بتتقسم على الثلاثه، دي بتتقسم على الثلاثه، ارقام ايفن تتقسم على الثلاثه، يبقى ال 12 وال 18 يعني كام رقم؟ رقمين، يبقى رقمين على التوتال. على التوتال اللي هو كام؟ 10. يبقى 2 على 10 اللي هي 1 على 5. طب 1 على 5 دي اللي هي 0. كام؟ 2. تمام؟ تمام يا مستر. السؤال اللي بعديه ديستروير شيب رقم كام؟ رقم 6. ديستروير شيب حلو. And the enemy ship are moving in a straight route if the destroyer ship follows the enemy ship by speed 60. حلو، يعني ادي الدستروير اللي هي في اي، وادي الانمي شيب اللي هي في بي. ماشي، الدستروير ماشيه بسرعه كام؟ ماشيه بسرعه 60، يبقى في اي ب 60. And the enemy ship بانت للكابتن بتاعت الدستروير ان هي ماشيه ب 20. يعني في بي اي ايكوال في بي، هم قال لك اوبزيت دايركشن ولا سيم؟ توورد سيم، يعني الاثنين ماشيين عكس بعض. طب هي في بي اي بنت له ان هي ماشيه ب 20، وفي اي في بي ما اعرفهاش، وفي اي بكام؟ ب 60. هودي دي بالماينس 20 ناقص 60 تطلع الاجابه كام؟ 40. يبقى هو بيقول لك ايه؟ ديستروير شيب وانمي شيب. ده شاف ده ماشي بسرعه 20، يبقى في بي اي ب 20. وسرعه الايه الحقيقيه؟ سرعه الديستروير الحقيقيه ب 60. هودي دي بالماينس كده جبت الفي بي 20 ناقص 60 تبقى كام؟ 40. السؤال اللي بعديه. طيب. بادي ريليزد فروم هايت 9.8. السؤال ده مهم وعدى علينا مش 500 مره، 5000 مره. اهو. بادي ريليزد يعني في نوت بزيرو، والجي ب 9.8، والاس بكام؟ ب 9.8. ماشي، دخلت منك لله، جايب لي حاجات مقاطعه منك لله، ربنا يولع فيك ويحرقك يا رب. هنا هنا بادي ريليزد فروم هايت 9.8، يبقى في نوت ب 9.8. جماعه انا هولع في دي والله العظيم هولع فيه. انا حسيت ان انا بشرب حاجات حرام. لا خرب بيتك عادي. في نوت بزيرو والجي ب 9.8 والاس ب 9.8، دخلت جوه ساند. قال لك كيم تو ريست، كيم تو ريست يعني في فاينل بزيرو. طيب الفي فاينل بزيرو قال لك دخلت جوه الساند 14 سم، خلي بالك، يبقى الاس ب 0.14 متر. 14 سم هقسمها على 100 تبقى كام؟ تبقى 14 سم هقسمها على 100 تبقى 0.14. طب انا عايز الفي نوت هنا تحت الرمله، لو جبت الفي فاينل فوق هي هتبقى الفي نوت تحت. خلي بالك من الحته دي عشان مهمه، لو جبت الفي فاينل فوق الرمله ده هنا ان اير في الهواء وده في الرمال. ماشي، انا اجيب هنا في بار 2 اللي هو في نوت بار 2 بلس 2 اي اس، يبقى في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 اللي هو 0 2 جي اس في 9.8 في 9.8. طلعت الفي فوق، طلعت الفي فوق بكام؟ ب 13.85. يبقى الفي نوت تحت
ب 13.85. تعرف تجيب الاكسلريشن؟ هعرف اجيب الاكسلريشن ازاي. انا عندي في نقطه اس وفي، هقول في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 جي اس. في بار 2 اللي هي 0، في نوت اللي هي 13.85 بار 2، سوري 2 اي اس في الرمله، 2 في ايه معرفهاش، في اس اللي هي 0.14. تعرف تجيب الاكسلريشن؟ اعمل شيفت سولف هتطلع الاكسلريشن نيجاتيف 6.86 من الاجابه الاخيره. يبقى انا عملت ايه؟ هنا مرحلتين، المرحله اللي فوق في الهواء، المرحله اللي تحت في الرمله. هنا في نوت بزيرو، جي ب 9.8، الاس ب 9.8، دخلت جوه الرمله اكيد هتقف، يبقى الفي فاينل بزيرو والاس ب 14 سنتي، قسمتها على 100 بقت 0.14. هجيب الفي فاينل فوق هتبقى هي هي الفي نوت تحت، يبقى انا كده عندي ثلاث حاجات هعرف اجيب منهم الاكسلريشن واعوض. واشوف الاجابه انا واحده. السؤال اللي بعديه رقم 8. بيقول لك ايه في 8؟ داي اترمت مرتين، عايزين البروبابيلتي بتاع 2 ايكوال نمبر. طالما اترمت مرتين يبقى 36، عدد الاحتمالات 36. طب عشان يطلع 2 ايكوال نمبر هتبقى 1 و1 و2 و2 و3 و3 و4 و4 و5 و5 و6 و6. ماشي. يعني كام رقم؟ يعني 6. على التوتال كله 36. 6 على 36 هتطلع كام على كام؟ 1 على 6. السؤال اللي بعديه بيقول لك from the top of the hill 350 height. حلو، ادي هنا 350 height. body projected vertically upward، اترمت لفوق، and return back to point of projection to reach to the ground، وصلت للارض في t 50 over 7. عايز التوتال ديستانس. عايز التوتال، التوتال ديستانس. طب عشان نجيب التوتال ديستانس، وطبعا هو بيقول لك هنا دي ب 350، هي مش ب 350، هي نيجاتيف 350. احنا قلنا لو هو بيحذف حاجه من فوق تبقى بالنيجاتيف، والتي ب 50 اوفر 7. لو بيحذف حاجه من فوق طول الديسبيسمنت بالنيجاتيف، والتي ب 50 على 7، والجي ب نيجاتيف 9.8. طيب عايز ايه بقى هو؟ عايز التوتال ديستانس. طيب عشان نجيب التوتال ديستانس يبقى انا لازم اجيب الماكسيمم هايت. ما انا عندي دي، هجيب المسافه دي واجيب المسافه اللي نزلت اللي هي هي، واجمع عليهم 350. يعني 350 زائد الماكسيمم هايت، بس الماكسيمم هايت ده مضروب في 2. ليه مضروب في 2؟ عشان طلع ونزل، عشان طلع ونزل. طيب عشان اجيب الماكسيمم هايت يلا بينا نطبق القانون. ايه هو القانون؟ في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 جي اس. في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 جي اس. طيب اس ايكوال، اول هجيب في نوت ازاي؟ بالقانون ده، اس ايكوال في نوت تي بلس هاف جي تي سكوير. اس بكام؟ نيجاتيف 350 ايكوال في نوت معرفهاش هجيبها في التي اللي هي 50 على 7 تي بلس هاف في جي اللي هي نيجاتيف 9.8 في تي سكوير. حلو، هعرف اجيب التي. لا التي عندي 50 اوفر 7، انا ما اعرفش الفي نوت بكام، وهنا التي اهو عندي برضو 50 اوفر 7 باور 2. تعرف تجيب الفي نوت؟ هعمل شيفت سولف هطلع الفي نوت، هتطلع الفي نوت بكام يا باشمهندس؟ ب 1.4 ب 14. يبقى في باور 2 طبعا ماكسيمم هايت، طالما قال لك ماكسيمم هايت يبقى الفي فاينل بزيرو، والفي نوت ب 14، 2 في نيجاتيف 9.8 في اس. تعرف تجيب الاس؟ هعرف اجيب الاس. الاس هتطلع بكام؟ هتطلع ب 10. الاس هتطلع بكام؟ هتطلع دي ب 10 ودي هنا ب 10. 10 زائد 10 زائد 350 هتطلع التوتال ديستانس كام كله؟ 370. يبقى انا عملت ايه؟ اس بنيجاتيف 350. ليه؟ عشان هو واقف فوق حاجه وبيحدف لفوق. التي ب 50 على 7 لغايه لما وصلت للارض. الجي عشان حذفها لفوق نيجاتيف 9.8،
يبقى اس ايكوال في نوت تي بلس هاف جي تي سكوير. طب اس النيجاتيف 350 التي ب 50 على 7 التي ب 50 على 7 سكوير، تعرف تجيب الفي نوت؟ طلعت الفي نوت ب 14، يبقى الفي نوت ب 14 والجي ب نيجاتيف 9.8 والاس ما اعرفهاش، ده عشان اطلع الماكسيمم هايت، والفي ب 0 طلعت الماكسيمم هايت طلعت ب 10، يبقى 10 زائد 10 زائد 350. السؤال اللي بعديه، طيب بيقول لك ايه في السؤال اللي بعديه؟ بيقول لك it was once recorded Jaguar lift mark 55.4 متر، يعني الاس 5.4، الاس بكام؟ 5.4 متر. حلو، is constant acceleration، راح قايل لك ال constant acceleration negative 64، عايز ال initial velocity، عايز ال v نوت بكام؟ طبعا هنا ال v final بكام؟ بزيرو. ماشي؟ طيب ليه بقى ال v final بزيرو؟ عشان هو قال لك stop، Jaguar scheduled to stop. طيب يلا، يبقى في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 جي او 2 اي اس. الفي لا كام؟ بزيرو. الفي نوت ما اعرفهاش. الاي بنيجاتيف 6، الاس 5.4. تعرف تجيب الفي نوت سكوير؟ هعرف اجيب الفي نوت. 2 في 6 ب 5.4. خلصت يا باشمهندس. هتطلع الفي نوت بكام؟ رقم 10. هتطلع الفي نوت ب 26.29. يعني الإجابة الأخيرة هنا طبعا بول بروجكتد فيرتيكلي أبورد الماكسيموم هايت. طيب ماكسيموم هايت بيقول لك إيه الأكسلريشن؟ هتبقى ب 9.8 داون وورد. هي المفروض نيجاتيف 9.8 بس هي لو لفوق، 9.8 لو نزل تحت داون وورد. السؤال اللي بعديه، الكلمة دي معناها إيه؟ قلناها 5000 مرة، الكلمة دي معناها إن الإنترسكت إيكوال زيرو. طيب هو عايز بي اي يونيون بي، هتبقى بي اي يونيون بي ايكوال بي اي بلس بروبابيلتي بي ماينس الانترسكت. بي اي بكام؟ بي اي يونيون بي 0.72. البروبابيلتي بتاعت ايه؟ معرفهاش. البروبابيلتي بتاعت بي 3 بي اي ماينس الانترسكت، معرفهاش. لا الانترسكت بزيرو، يبقى 0.72 ايكوال 1 و 3 ب 4 بي اي، يبقى البي اي ايكوال 0.72 ديفايدد 4. خلصت. السؤال اللي بعديه، جرافيتيشنال اكسلريشن، مش عايز اف ذا بودي ماس 1 يعني ام 1 1 از بليسد اون ذا ماس اوف اير، ساعتيك ماس 2 ب 6 في 10 بار 24، والراديوس لينس الار بكام؟ ب 6 3 6 0. عايز ايه بقى هو؟ عايز الجرافيتيشنال اكسلريشن. طب هو اف ايكوال جي في ام 1 في ام 2 على اس سكوير، صح كده؟ صح. طيب هي اف بكام؟ اف هنا اللي هي ام جي ايكوال جي اللي هي 6.67 تايمز 10 بار نيجاتيف 11 في ام 1 اللي هي 1 في ام 2 اللي هي 6 تايمز 10 بار 24 على مين؟ على اس سكوير اللي هي ار سكوير اللي هي 6 3 6 0 مضروبه في 1000 باور 2. طب الام اللي هي بكام؟ الام اللي هي هو قال لك الماس هنا ب 1. تعرف تجيب جي؟ اه هطلع جي هتطلع 9.89. يبقى اف ايكوال ام في جي. طيب ام اللي هي بكام؟ واحد. جي معرفهاش. جي اللي هي طبعا دي ثابته، ام 1 اللي هي بواحد، ام 2 اهي، اس 2 اللي هي 6 3 6 0 في 1000 اول سكوير. الاف دي اهم حاجه ايكوال ام في جي. طب الام بكام؟ بواحد، يبقى الجي هتطلع 9.89. السؤال اللي بعديه، السؤال رقم كام؟ 14. 14 طبعا في اي وفي بي اتحركت ناحيه او سي، ده الفي اي، والفي بي اتحركت ناحيه سي او. عايز الدايركشن، الدايركشن هيبقى في اتجاه مين على طول؟ في اتجاه او سي دايركشن. يبقى الاجابه الاولى. السؤال اللي بعديه رقم 15، بيقول لك 15 الديسبيسمنت طبعا للديستنس للزان اور ايكوال. الديسبيسمنت بالنسبه للديستنس للزان اور ايكوال.
A و B و C و D. حلو. A و B و C و D standing on the row. ادي A B C D. عايز probability بتاعت man A stand on the terminal position. طيب يعني هو هنا كام على كام؟ A و B و C D in one row. The probability of the man A stand in the terminal position. يعني ده عشان يقعد في الترمينال بوزيشن اللي هو يقعد هنا، يبقى قعد كم مره؟ قعد عند الاي وقعد عند الدي، يبقى كم مره؟ 2 على 4، 2 على 4 اللي هي كام؟ هاف. السؤال اللي بعديه يبقى احتمالين، احتمال يقعد في مكانه واحتمال يقعد في المكان الثاني، يبقى كام احتمال؟ احتمالين. طيب بادي فيل داون ماشي، فيل داون يبقى في نوت بزيرو، هليكوبتر فيرتيكلي ابورد، حلو جدا. عايز الانيشال فيلوستي، عايز الانيشال فيلوستي، عايز الانيشال فيلوستي. طيب خلاص هو طبعا قال لك يونيفورم فيلوستي، يبقى الفيلوستي هي هي الانيشال فيلوستي، يعني 180 في 5 على 18. 180 في 5 على 18 هحسبها كده هتطلع بكام؟ ب 50. طالما قايل لك، طالما قايل لك يونيفورم فيلوستي يعني الاكسلريشن بزيرو، طالما الاكسلريشن بزيرو بنطبق القانون ده، الفي هنا هي هي الفي نوت هي هي اي حاجه. طب هو عاطي لك مين؟ عاطي لك الفيلوستي 180، يبقى الانيشال برضه هي هي 180 بس احولها. السؤال اللي بعديه اف ذا فيلوستي، خلاص in the experiment coin once fail die حلو appearing the probability tail and odd number. طب عشان تبقى tail و odd number، tail 1 over 2 و odd number كام على كام؟ هو بيقول لك experiment tossing coin once and throwing die، وكمان ايه يعني coin اترمت لفوق اللي هي ملك ولا كتاب اللي هي القرتين، وضاي كمان اترمت، فهو عايز الاود نمبر. الاود نمبر اللي هم كام على كام؟ الاود نمبر اللي هي 1 و3 و5، يعني 3 على 6 يبقى هاف تايمز 3 على 6 هتطلع كام على كام؟ هتطلع 3 على 12 اللي هي تطلع 1 على 4. السؤال اللي بعديه ضاي اترمت مرتين، عايز السم اوف تو نمبر برايم نمبر. اترمت مرتين عايزين السم برايم نمبر، نفس الفكرة لسه عاملينها من شوية. برايم نمبر اهو اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 1 و 2 1 و 3 1 و 4 1 و 5 1 و 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 601 602 603 604 605 606. ايه البرايم نمبر؟ البرايم نمبر هما 2 3 5 7 11 13. طيب واحد وواحد لو جمعتهم هيديني 2 برايم، اه برايم صح، يبقى دي تمشي. واحد واثنين 3 تنفع، واحد وثلاثة 4 ما تنفعش، واحد واربعة 5 تنفع، واحد وستة سبعة تنفع. هشوف كام لما اجمع يديني كام برايم نمبر، هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 15 على 36. 2 و1 3 تنفع، 2 و3 5 تنفع، هيطلع 15 واحدة، 15 على 36 اللي هي 5 على 12. خلصت. السؤال اللي بعديه السؤال رقم كام؟ الاي سي، الاي سي، وركز جدا في الاي سي. يلا بينا، يلا بينا. The opposite figure represent velocity. السؤال ده مهم جدا جدا جدا، لو جه في الامتحان بكره هيبقى عظمه على عظمه. ها
بيقول لك acceleration on the body. حلو. طيب انا عندي كام مرحلة؟ عندي مرحلة اولى اهي. تكتب كده على السؤال ودي مرحلة تانية ودي مرحلة تالتة. يبقى عندي كام مرحلة؟ عندي ثلاث مراحل، مرحلة اولى ومرحلة تانية ومرحلة تالتة. المرحلة الاولى الفينوت بكام؟ هو طالع هنا الفينوت بعشرة. ماشي؟ والتايم هو من هنا لهنا المرحلة الأولى ها؟ التايم من كام؟ من 0 ل 30 يبقى التايم ب 30. ماشي. وإيه تاني؟ أعطيك الفينوت ب 10 والتايم ب 30 والفيلوستي ب 70. الفيلوستي أهو أعلى حاجة 70. طيب هعرف أجيب الأكسلريشن؟ هعرف أجيب الأكسلريشن. إزاي؟ أهو. هجيب V إيكوال V نوت بلس AT. الفي ب 70 والفي نوت ب 10 والاي ب 30 سوري والتي ب 30 والتي ب 30. تعرف تجيب الاي؟ الاي هتطلع ب 2. تعرف تجيب الاس؟ اه في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. هعوض الفي نوت عندي ب 10 في التي اللي هي ب 30 هاف في اي اللي هي ب 2 في تي اللي هي 30 سكوير. كده جبت مين؟ جبت اس 1. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية ثابت يعني الاكسلريشن بزيرو. ثابت يعني الاكسلريشن بكام؟ ثابت يعني الاكسلريشن بزيرو كونستنت لاين. والتي بكام؟ والفي ب 70 طبعا. الفي اهي اخر حاجة 70 والتي من 30 ل 90. من 30 ل 90 لو طرحتهم يبقى التي هنا ب 60. تعرف تجيب الاس؟ طالما الاكسلريشن بزيرو بقى اس في تي. طبعا الفي هنا ب 70 والتي هنا ب 60 هضرب الاثنين في بعض خلصت. طب المرحلة التالتة، المرحلة التالتة الفي نوت ب 70. الفي نوت اهي ب 70 والفي فاينل دي المرحلة التالتة. الفي فاينل بزيرو والتايم من 90 ل 110 يعني كام؟ يعني التايم ب 20. الفي فاينل بزيرو. طب هكتب القانون في ايكوال في نوت بلس اي تي. الفي بزيرو الفي نوت ب 70 الاي ما اعرفش التي ب 20. تعرف تجيب الاي؟ هتطلع الاي بكام؟ بنيجاتيف 3.25. تعرف تجيب الاس؟ في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. في نوت، في نوت اللي هي ب 70 في التايم اللي هي ب 20 هاف في ايه اللي هي نيجاتيف 3.5 في التي اللي هي 20 سكوير. خلصت. السؤال ده خلي بالك منه بكره في الامتحان. حلو بايدك. تمام؟ يبقى احنا عملنا ايه دلوقتي؟ هنا اهو مرحله اولى، بعد كده مرحله ثانيه الاكسلريشن بزيرو، بعد كده مرحله ثالثه بينزل بينزل، يبقى اكيد الاكسلريشن كانت لازم تطلع بالنيجاتيف. السؤال الاخير بيقول لك ايه في السؤال الاخير؟ بول فيل فيرتيكلي فروم هاوس ويندو هايت 2.5. يعني في كوره بنازله من فوق لتحت، يعني في نوت بزيرو والجي ب 9.8 والاس ب 2.5. ماشي. فروم ذا جراوند at the same moment boy on the distance 13 متر from base. يعني في ولد هنا واقف على بعد هنا 13 متر ومستني. ماشي. move by uniform velocity. ماشي ب uniform velocity، يعني ماشي ب uniform velocity يبقى هنا s v t. ولد ماشي عايز ال velocity بتاعت الولد اللي هتوصل catch عشان تلقط الكرة. يعني هي الكرة نازلة والكرة نازلة من بعيد والولد بيجري عشان يلقط الكرة اهو. طب انا عايز اجيب بقى مين؟ عايز اجيب الفلوسيتي بتاعت الولد. طب اكيد التايم هنا زي التايم هنا. ليه؟ لان التايم اللي هتنزل فيه الكرة اكيد التايم هو اللي هيلحق الكرة. يعني هو بيجري والكرة نازلة فهو نفس التايم اكيد. طيب انا هجيب التايم هنا. طب اجيب التايم ازاي؟ في او اس equal v نوت تي بلس هاف جي تي سكوير. اس اللي هي 2.5 في نوت اللي هي ب 0 هاف في 9.8 في تي سكوير. تعرف تجيب التي؟ هعرف اجيب التي. هتطلع التي بكام يا باشمهندس؟ ب 5 على 7. يبقى التي هنا ب 5 على 7 والاس بكام؟ 13.
13 ديفايدد 5 على 7 تعرف تطلع الفيلوسيتي تطلع 18.2. خلصت. الامتحان اللي بعديه إدارة المنتزة أول. يلا بينا يلا بينا. أول سؤال بيقول لك إيه body start motion from rest؟ يعني إيه body start motion from rest؟ يعني V نوت بزيرو. uniform acceleration 3 يعني الإيه ب 3؟ ماشي. والديستانس ب 24. ماشي. عايز السبيد، عايز السرعة. هكتب V بار 2 equal V نوت بار 2 plus 2 AS. يبقى V بار 2 equal V نوت اللي هي بزيرو 2 في 3 في 24. هتطلع V بار 2 ب 144، يبقى ال V روت 144 تطلع بكام؟ ب 12. يبقى هي الإجابة B. السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه عطولك probability وبيقول لك A and B mutually exclusive يعني الانترسكت بزيرو. طب عايز بي ايه انترسكت بي اول داش، يعني دي كده اول داش يعني 1 ماينس اللي جوه، يعني 1 ماينس الانترسكت، يعني 1 ماينس 0. 1 ماينس 0 تطلع بكام؟ ب 1. يعني الاجابه دي. السؤال اللي بعديه رقم 3. في على في نوت بلس في نوت على في ايكوال 2. هضرب الاثنين دول في بعض وهضرب دول في بعض وهضرب دول في بعض. في في نوت يبقى في في نوت. هضرب دي هنا تبقى في بار 2. هضرب دي هنا يبقى في نوت بار 2. كل الكلام ده ايكوال 2. حط اودي دي هنا يبقى في بار 2 بلس في نوت بار 2 ايكوال 2 في في نوت. طيب طيب هو عايز ايه دلوقتي؟ هو بيقول لك الاكسلريشن بكام؟ طيب حلو قوي، هدخل دي جوه يبقى في بار 2 ماينس 2 في في نوت بلس في نوت بار 2 ايكوال 0. لو عملناها فاكتورايزيشن هتبقى في وفي ماينس وماينس في نوت وفي نوت، يعني من الاخر في ايكوال في نوت. طيب طب انا عايز اجيب هطبق القانون ده. الفي ايكوال في نوت، يعني اشيل الفي واحط مكانها في نوت. ايكوال في نوت بلس اي تي، هودي دي هنا تبقى بزيرو ايكوال اي تي، يعني من الاخر زيرو ديفايد تي هتطلع الاي بزيرو، يبقى الاجابه هنا بزيرو. السؤال اللي بعديه mass of earth equal 81 the mass of moon and their diameter كذا. طيب جي 1 على جي 2 equal ام 1 على ام 2 في كام؟ في ار 2 سكوير على ار 1 سكوير. جي 1 اللي هي بتاعت المون، جي 2 اللي هي بتاعت الايرث. فاكر القانون ده؟ اه. ام 1 ماس المون، ام 2 الماس بتاعت الايرث، ار 2 radius الايرث، radius 1 الradius بتاعت المون. طيب جي 1 وعايز الجرافيتي بتاعت مين؟ بتاعت المون، يعني عايز جي 1. طب الجرافيتي بتاعت الارض 9.8. ام 1 هو بيقول لك الارث 81 الماس اوف مون، يعني هنا 81 على 1. ار 2 ار 2 اللي هي بتاعت الارث اللي هي 1، هو اعطيك الدايمتر هقسم دي على 2، 1 2 7 5 6 على 2 مضروبه في 1000 باور 2 اوفر 3 4 7 6 على 2 مضروبه في 1000. تعرف تجيب الجي 1؟ اه. هحسب كل ده، هحسب كل ده وهضربها دي في 9.8. خلصت كده طلعت الجي 1، هتطلع جي 1 1.63. السؤال اللي بعديه بيقول لك الديسبيسمنت بزيرو، عايز ايه بقى؟ عايز التايم. الديسبيسمنت بزيرو طبعا انا عندي الار، اجيب الديسبيسمنت يبقى تي بار 2، بشيل الارقام يبقى تي بار 2 ماينس 2 تي ايكوال 0. هحل المساله يبقى تي ب 2. خلصت. السؤال اللي بعديه ريجولار داي حلو اند نمبر ابيرز اترمت مره واحده، عايز البروبابيلتي نوت مور ذان 4 اند نوت ليس ذان 2. يعني ايه؟ يعني 2 و3 و4 يعني كام رقم؟ يعني 3. 3 على 6 اللي هي هاف. السؤال اللي بعديه كار موف باي سبيد 90 انذر كار بي ان ذا سيم دايركشن. ذا كار بي، ذا كار بي، خلي بالك عشان السؤال ده مهم. بوليس كار موف باي سبيد يبقى في ايه ب 90 وكار بي معرفهاش، وبيقول لك
كار بي سيم تو ذا كار اي يعني في بي اي ايكوال ريتريت. ريتريت يعني بالنيجاتيف بتتراجع يعني نيجاتيف 20. عايز الاكتوال اس بي بتاعت بي يبقى في بي اي ايكوال في بي ماينس في اي عشان اقول لك سيم دايركشن. طيب حلو جدا. طب في بي اي اللي هي نيجاتيف 20، في بي ما اعرفهاش، في اي اللي هي 90، حوادي دي بالبلس يبقى نيجاتيف 20 زائد 90 يبقى في بي ب 70، يبقى الاجابه هنا 70. يبقى ريتريت يعني الفي بي اي بنيجاتيف 20. السؤال اللي بعديه بوزيشن موفينج بارتكل من 3 سكند ل 8 سكند. طيب عايزين الافريج فيلوسيتي عشان نجيب الافريج فيلوسيتي. قلناها قبل كده الافريج فيلوسيتي لو هي فيكتور، لو هي فيكتور بعمل ده ماينس ده، يعني هتبقى اي بي على تي 2 ماينس تي 1. اي بي لا اي بي ماينس اي يعني 4 و6 ماينس 7 و2 على تي 2 ماينس تي 1 يعني 8 ماينس 3. 4 ناقص 7 يبقى نيجاتيف 3، 6 ناقص 2 يبقى 4، على 8 ناقص 3 اللي هي 5. يلا تبقى نيجاتيف 3 على 5 و4 على 5، يعني الاجابه هنا الاجابه الاخيره يبقى 8 هتبقى الاجابه دي. يبقى بعمل اي بي اللي هي بي ماينس اي 4 ناقص 7 تبقى نيجاتيف 3، 6 ناقص 2 4 على 8 ماينس 3. اعمل ده على ده وده على ده. السؤال اللي بعديه تو بادي ان ذا اوبزيت دايركشن ماشي سبيد اوف اي ايكوال سبيد اوف بي يعني في اي ايكوال في بي. طيب هو عايز اوبزيت دايركشن يبقى في اي بي ايكوال في اي بلس في بي. طب الاثنين قد بعض يعني 2 في اي او 2 في بي، مش موجوده 2 في بي يبقى هي 2 في اي. السؤال اللي بعديه بي سبست اي، السؤال رقم 10 بي سبست اي يعني ايه بي سبست اي؟ يعني بي جوه ايه؟ ماشي بي اي ب 0.9 بي بي ب 0.6 بي اي ماينس بي. طب هنا طبعا يبقى الانترسكت هيبقى في الصغير. طب هو عايز بي اي ماينس بي، هقول بي اي ماينس بي القانون بي اي ماينس الانترسكت. طب بي اي بكام؟ بي اي ب 0.9 والانترسكت اللي هو بي بي اللي هو 0.6 هطرح ده من ده يبقى 0.3 يبقى الاجابه بي. السؤال اللي بعديه بادي ستارت موشن باي فيلوستي كذا يونيفورم اكسلريشن كذا ماشي مسافه كذا، بعد كده الاكسلريشن ستوب تو موف افتر وورد باي يونيفورم عايز التوتال تايم. يبقى دي مرحلتين، المرحله الاولى والمرحله الثانيه. ليه؟ تعالى نقرا المرحله الاولى والمرحله الثانيه. المرحله الاولى بيقول لك في نوت ب7 والاي ب2 والاس ب30 تعرف تجيب في؟ طبعا في بار 2 يكوال في نوت بار 2 بلس 2 اي اس يبقى في بار 2. ليه؟ لان الفي هنا هتبقى هي الفي نوت هنا. دي المرحله الثانيه، بس المرحله الثانيه قال لك اكسلريشن ستوب يعني الاي ب 0 يبقى طبق القانون بتاع المثلث اس في تي. طب في نوت بكام؟ ب 7 سكوير بلس 2 في 2 في 30 هتطلع في هنا ب 13 يبقى هنا دي ب 13 يبقى الفي هنا ب 13. طيب عايز اطلع التي، هطلع التي هنا في ايكوال في نوت بلس اي تي. الفي بكام؟ 13. الفي نوت ب7 الاي ب2 التايم معرفش، هعمل شيفت سولف هتطلع التي ب3 هنا ماشيه مسافه 52 52 على 13 يبقى التي ب4 يبقى تي 2 ب4 وهنا تي 1 ب3 يبقى الاثنين مع بعض هيبقى التوتال تايم كله بكام؟ ب7. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 12 ذا جيفن فيجر ريبريزنت كيرف فيلوسيتي اند تايم فور بارتكل. عايز ايه هو بقى؟ عايز الديستنس، ها ديستنس كات ذا بارتكل افتر 2 سكند، عايز الديستنس اللي مشيتها في ثانيتين يعني من هنا لهنا. طب ده كلام عظيم، عشان نجيب الديستنس اهو القانون بتاعنا في بلس في نوت على 2 في التايم. طب في بكام؟ في ب 4
في نوت هو بادئ من الزيرو على 2 في التايم، التايم اللي هو كام ثانية؟ ثانيتين. تطلع الإجابة بأربعة، يبقى الإجابة هنا تطلع بكام؟ بفور. يبقى في بلس في نوت على 2 في التايم. السؤال اللي بعديه، جرافيتيشنال فورس بين تو بودي 2 نيوتن، يعني الإف باتنين. ماشي، هو إف إيكوال كام؟ جي في إم 1 في إم 2 على إس سكوير. الإف هنا باتنين، جي في إم 1 في إم 2 على إس سكوير. هو بقى بيقول لك إيه؟ إف ذا ديستانس دبلد، لو الديستانس بقت دبلد يبقى إف إيكوال جي في إم 1 في إم 2 على 2 إس أول سكوير 2 إس. طيب اف اللي بكام؟ اف اللي هي باتنين، لا ثواني، اف معرفهاش، جي خلاص ثابته، في ام 1 في ام 2 2 اس اول سكوير يعني 4 اس سكوير. طب حلو، بقول لك ايه؟ دي كده مع دي مع دي مع دي، دي كده كلها على بعض لسه قايلها هناك انا باتنين، يعني كل ده باتنين. على كام تحت؟ على 4. 2 على 4 تطلع بكام؟ بهاف. طب اللي جابه هنا هاف، مش جي في ام 1 في ام 2 على اس سكوير، كل الكلام ده انا قايله باتنين. لما الديستنس بقت دبل دي بقى 2 على كام؟ 2 على 4 بقت كام؟ هاف. السؤال اللي بعديه، بادي فول فروم هايت 22 حلو اند هاف، عدت علينا 500 مره، الاير والساند. ماشي، قال لك فول، فول يعني في نوت بزيرو، والجي ب 9.8 والاس ب 22.5، دخلت جوه الرمله مسافه قد ايه؟ مسافه 25 سنتيمتر، يبقى 0.25، والفي فاينل بزيرو. ماشي، طيب تعرف تجيب الفي نوت هنا؟ طبعا هجيب الفي فاينل فوق، في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 جي اس، يبقى في بار 2 ايكوال 0 بلس 2 في 9.8 في 22.5. هحسبها تطلع بكام؟ هتطلع بكام؟ هنغشها وخلاص، يبقى 14، هتطلع الفي ب 21، يبقى الفي نوت هنا ب 21. طب انا عايز اطلع الاكسلريشن، هقول في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 اي اس، في بار 2 في اللي هي ب 21، في نوت سوري في اللي هي بزيرو ده تحت، وفي نوت ب 21 سكوير 2 في A في S اللي هو 0.25، هعمل شيفت سولف هتطلع نيجاتيف 882. السؤال اللي بعديه، بادي بروجيكتد فيرتيكلي ابورد فروم بوينت 25 متر، يعني هو واقف هنا وبيرمي بول لفوق، والديستانس هنا ب 25 متر. To reach to the maximum height عايزين الجراوند دي تنزل لتحت في قد ايه؟ طبعا اكيد دي هنا 25، يبقى الديسبيسمنت برضو بنيجاتيف 25، يعني الاجابه هنا تبقى دي. انا قلت لك لو بيحذف حاجه من فوق حاجه يبقى الديسبيسمنت بالنيجاتيف. السؤال اللي بعديه بيقول لك كلاس كونتين 24 بويز اند 16 جيرلز، منهم 9 بيلبسوا اند واربعه 9 بويز واربعه جيرلز بيلبسوا نظارات. طيب عايز البروبابيليتي بتاعت الجير اند ويرينج جلاسز. طيب هو الجير اللي كام اصلا؟ 16، طيب هما كلهم كام؟ 16 ويرينج جلاسز بويز، يبقى 16 جير ماشي، وكام واحد بوي بيلبس جلاسز بيلبس نظارة؟ 9، على التوتال كله كام؟ 24 و16 يعني 40، يعني 16 يبقى 25 على 40 اللي هي تبقى 5 على 8. وعايز البروبابيلتي بتاعت الجيرل، جيرل اللي هما كام جيرل؟ 16، وكام بوي ويرينج جلاسز بويز؟ كام بوي بيلبس نظارات؟ 9، 16 و9 على 25 على 40 اللي هي كام على كام؟ 5 على 8. السؤال اللي بعديه، from the top of the tower height 20 meter body projected upward initial velocity 7 يعني في نوت ب 7
والجي بنيجاتيف 9.8 والاس بنيجاتيف 20. عايز السبيد يبقى هكتب في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 جي اس. في بار 2 معرفهاش، في نوت ب 7 2 في نيجاتيف 9.8 في نيجاتيف 20. هعرف اطلع الفي 17، هتطلع الاجابه ب 21. السؤال رقم 18 بيقول لك ايه في 18؟ بي ايه 18 ايه وبي وسي ودي، يعني بي ايه بلس بي بي بلس بي سي بلس بي دي، كل الكلام ده ايكوال 1. طب بي سي بكام؟ بي سي ب 7 على 18 وبي دي ب 7 على 18 وهنا 1 وبي ايه 3 بي بي بلس بي بي يبقى 4 probability بي. طبعا شلت دي وحطيت مكانها 3 probability بي، يبقى 4 probability بي زائد 14 على 18 ايكوال 1. هودي دي بالماينس، يبقى 4 probability بي ايكوال 1 ناقص 14 على 18 يعني 4 على 18. تعرف تجيب البروبابيلتي بي 4 على 18 ديفايدد 4 تطلع 1 على 18، ده البروبابيلتي بتاعت بي. هو عايز probability سي اللي هي 7 على 18 وبروبابيلتي ايه 3 بروبابيلتي بي. طب البروبابيلتي بي ب 1 على 18 يبقى هنا 3 في 1 على 18 هتطلع 3 على 18. 3 على 18 و7 على 18 يبقى 10 على 18. اشوف الاجابه هتطلع بكام. 10 على 18 هتطلع الاجابه 5 على 9. السؤال اللي بعديه ماشي. طبعا هنا بيقول لك اهو تو ماسز 150 و200 دي ام 1 ودي ام 2 سكوير ديستانس ايكوال 15 متر، كلام عظيم. والفورس عايز الفورس طبعا سهله، اف ايكوال جي في ام 1 في ام 2 على اس سكوير، يبقى اف ايكوال جي اللي هي 6.67 تايمز 10 بار نيجاتيف 11 في ام 1 اللي هي 150 في ام 2 اللي هي 200 على اس سكوير اللي هو عطالك اصلا كلها على بعض ب 15، ما تعملهاش بقى انت بار 2. فهمتني؟ هي التركه هنا ان هو جايب لك الاس كلها بار 2 على بعض ب 15، فما تعملهاش انت تاني بار 2. واحسب دي كلها بكام؟ هتطلع بالكالكليتر بي اللي جابه بي. السؤال رقم 20 بي اي داش ايكوال 0.7 حلو، يبقى البي اي 0.3 والبي بي 0.6. عايز اليونيون طبعا الانترسكتيف 0. بي اي يونيون بي ايكوال بي اي بلس بي بي ماينس الانترسكت. بي اي ب 0.3 بي بي ب 0.6 ماينس الانترسكتيف 0. هحسب دي تطلع 0.9. ندخل على الاي سي. بادي بروجكتد فيرتيكلي ابورد حلو باي فيلوستي 16 حلو ماشي. فيرتيكلي ابورد يعني جي بنيجاتيف 9.8 والفي نوت عطاها لك ب 16. عايز التايم لما توصل ل 330 متر. طيب خلاص سهل، هقول اس ايكوال في نوت تي بلس هاف جي تي سكوير. اس اللي هي 330 في نوت ب 16 في تي بلس هاف في نيجاتيف 9.8 في تي سكوير، يبقى 330 ايكوال 16 تي ماينس 4.9 تي سكوير. هظبطها بلس 16 تي ماينس 330. هنعمل دي بالكالكوليتر مود 5.3 هعرف اطلع التايم. هتطلع التايم ب 10، تطلع التي بكام؟ ب 10. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 2 في المخارج بيقول لك اكس اند واي 2 بوينتس اون ذا هوريزونتال ستريت لاين. كار اي ستارتد موشن فروم اكس تو واي. ادي كار اي طالعة من اكس رايحة لمين؟ رايحة لواي. ماشية بايه بقى؟ قال لك فروم ريست يعني في نوت بزيرو. ماشي كار اي يعني في اي ها؟ ماشي. اكسلريشن بكام؟ اكسلريشن ب 10. يونيفورم اكسلريشن ب 10. ات ذا مومنت ات ذا سيم مومنت كار بي موف فروم واي تو اكس. رايحة من واي لاكس باي يونيفورم فيلوستي 54 يعني في بي
54 هضربها في 5 على 18 وتطلع ب 3 دي في بي. طيب عايز ايه هو بقى؟ هو بيقول لك ان الكار ايه ريسبكت بي ايكوال 162. كار ايه ريسبكت بي يبقى في اي بي ايكوال في اي بلس في بي. في اي بي كام بقى؟ 162 هضربها برضو في 5 على 16 في 5 على 18. 162 في 5 على 18 ايكوال في اي معرفهاش بلس في بي اللي هي ب 3 هتطلع بكام؟ في بي سوري هنا مش ب 3 هنا ب 15 انا اسف ب 15 ماشي. هنا 162 في 5 على 18 اللي هي كام؟ 45 ايكوال في اي بلس 15 يبقى ال في اي 30 ماينس 15 يعني ب 30 سوري 45 ناقص 15 ب 30 يبقى اول حاجه بيقول لك في نوت هنا بزيرو الاي ب 10 في عربيه جايه من واي لاكس الفي بي ب 54 ف 5 على 18 ضربتها بقت ب 15 كتبت في اي بي ايكوال في اي بلس في بي. طب في اي بي 162 في 5 على 18 ب 45 والفي بي ب 15 تعرف تجيب الفي اي هعمل ده ماينس ده تطلع في اي ب 30 يبقى الفي هنا ب 30 هكتب بقى قانون في ايكوال في نوت بلس اي تي الفي ب 30 والفي نوت بزيرو والاي ب 10 والتي ما اعرفهاش هعرف اطلع التي تي هتطلع ب 3 خلصت. السؤال اللي بعديه او الامتحان اللي بعديه يلا بينا يا مستر امتحان اداره المنتزه برضو تاني. السؤال الاول بايسكل موف باي فيلوستي 4 توردز ذا ايست ان 60 سكند يعني في 1 ب 4 والتي 1 ب 60 زين ستوب فور 10 سكند يعني تي 2 ب 10 وبعد كده مشى في فيلوستي 5 ناحيه الويست يبقى اول مره مشي ناحيه الايست تاني مره مشي ناحيه الويست بفيلوستي يعني في 2 ب 5 في تايم 2 ب 30 طيب تعرف تطلع اس 1 اس 1 في 1 في تي 1 يعني اس 1 ايكوال 4 في 60 يبقى اس 1 ب 240 وهنا اس 2 اس 2 في 2 في تي 2 يعني كام 5 في 30 ب 150 طب تعرف تطلع الافريج سبيد هتبقى اس 1 بلس اس 2 على تي 1 بلس تي 2 بلس تي 3 اس 1 اللي هي 240 اس 2 اللي هي 150 على تي 1 60 بلس تي 2 30 بلس تي 3 اللي هي 10 واحسب كل ده. طب واحد يقول لي يا مستر ده ليه بلس؟ اذا كان دي واحده مشيت ناحيه الايست والثانيه مشيت ناحيه الويست عشان ده افريج سبيد. الافريج سبيد ملوش علاقه بالاوبزيت دايركشن. السؤال اللي بعديه يبقى الافريج سبيد على طول بلس. هنا بيقول لك تو بادي ريليزد ريليزد يعني في نوت بزيرو هايت اس و3 اس عايز الريشيو بتوين الفيلوستي. طب هو في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 جي اس نفس الكلام هنا في 2 سكوير ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 جي في 3 اس يبقى مره اس ومره 3 اس. طيب دي كده بزيرو ودي كده بزيرو يبقى في 1 سكوير ايكوال 2 جي اس وفي 2 سكوير ايكوال 2 جي في 3 اس. مين هيروح مع مين؟ 2 جي هتروح مع 2 جي يبقى في 1 سكوير على في 2 سكوير ايكوال اس اوفر 3 اس. اس هتروح مع اس يتبقى كام على كام؟ 1 على 3 يبقى في 1 على في 2 ايكوال روت 1 على 3 اللي هي 1 اوفر روت 3. السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه في اللي بعديه؟ بادي ماس 4 ماشي واعطيك الريديوس واعطي لك دي الجرافيتيشنال اكسلريشن عايز ايه؟ عايز الماس بتاعت الايرث بكام؟ طيب اف ايكوال جي في ام 1 في ام 2 على اس سكوير اف اللي هي كام؟ اف اللي هي ام جي. طيب طيب اف اللي هي ام جي طب الام بكام يا باشا؟ الام ب 4 اهو في جي ما اعرفهاش في جي اللي هي 9.8 هنا 6.67 تايمز 10 بار نيجاتيف 11 تايمز ام 1
اللي هي كام ام 1 اللي هي 4 في ام 2 معرفهاش على اس اس اللي هي بتاعت مين بتاعت الارس اللي هي 6 3 6 0 في 1000 اول بار 2 ام دي اللي هي كام 4 في 9.8 تعرف تجيب ام 2 اعرف اجيب ام 2 هعمل شيفت سولف هعرف اطلع ام 2 او اقعد اجرب ام 2 بكام في الاختيارات لغايه لما تطلع الاجابه تطلع الاجابه دي هقعد اجرب ام 2 بكام لغايه لما تطلع لك 4 في 9.8 السؤال اللي بعديه افريج فيلوسيتي حلو ان 6 سكند قلت لك طالما قال لك 6 سكند بطبق القانونين دول v equal v نوت بلس AT S بكام؟ معرفهاش V نوت معرفهاش قال لك التايم 6 سكند اشيل منها هاف تبقى 5.5 يبقى V نوت بلس 5.5 A السؤال اللي بعديه كار موف ان ستريت لاين كفر ديستانس 360 في 240 مينت خلي بالك 360 كيلومتر وكفر 120 كيلومتر في 60 مينت عايز الافريج سبيد بالكيلومتر بير اور يبقى في 1 او سوري اس 1 ب 360 كيلومتر وتي 1 240 مينت هقسمها على 60 عشان احولها الاور تطلع بكام ب 4 اور تمام اس 2 120 ماشي في 60 مينت يعني تي 2 60 على 60 ب 1 اور تعرف تطلع مين عايز الافريج سبيد تعرف تجيب في 1 اس 1 على تي 1 يعني 360 على 4 تطلع ب 90 هنا تعرف تجيب في 2 اس 2 على تي 2 يعني 120 على 1 تطلع 120 عايز الافريج سبيد اس 1 بلس اس 2 على تي 1 بلس تي 2 اس 1 اللي هي 360 زائد 120 على كام تي 1 اللي هي 4 زائد تي 2 اللي هي 1 خلصت السؤال اللي بعديه السؤال رقم كام رقم 6 اذا كار كفرد باي يونيفورم فيلوسيتي او ما يقولك يونيفورم فيلوسيتي بقى عامل قانون المثلث اس في تي طب اس بكام الفي ب 90 كيلومتر بير اور والتي 30 منت اقسمها على 60 عشان احولها الاور تطلع هاف عايز الاس 90 في هاف هتطلع كام 45 السؤال اللي بعديه السؤال رقم كام السؤال رقم 7 السؤال رقم 7 بيقول لك انيشال فيلوسيتي 24.5 يعني في نوت 24.5 والاس ب 29.4 بروجكتد فيرتيكلي ابورد يعني جي ب نيجاتيف 9.8 عايز ايه هو بقى؟ عايز التايم هقول في بار 2 او سوري هقول اس ايكوال في نوت تي بلس هاف جي تي سكوير اس اللي هي 29.4 الفي نوت ب 24.5 في التي معرفش هاف في نيجاتيف 9.8 في تي سكوير هحل دي بالكالكليتر مود 5 3 هتطلع التي ب 2 والتي ب 3 يبقى الاجابه بين 2 اند 3 السؤال اللي بعديه بيقول لك ايفنت ايفنت نون اكيورنج اوف اي اني اوف تو ايفنت بي يعني ايه نون اكيورنج اي اند يعني بي اي داش انترسكت بي داش ليه؟ لان هي نون اكيورنج يعني بي اي يونيون بي اول داش طب انا واحده بي اي يونيون بي اول داش ولا واحده لو نزلت بقى الداش لو وزعت الداش هنا والداش هنا العلامه دي هتتقلب يبقى الاجابه الصح هي الاجابه سي اللي بعديها داي ماشي اترمت عايز البروبابيلتي بتاعت الايفن نمبر ماشي اهو هو الضاي 1 2 3 4 5 6 ايفن نمبر از دبلد ذا بروبابيلتي اوف ابيرنج ايفن نمبر از دبلد ذا بروبابيلتي اوف اود نمبر طيب 2 اور 3 يعني كام ذا بروبابيلتي 2 اور 3 يعني 2 و3 يعني 2 على 6 2 على 6 اللي هي كام على كام 1 على 3 ماشي
The car velocity reduced from 66 and 79.2. ماشي، يعني الـ V note بـ 66 والـ velocity بـ 79.2 هضربها في 5 على 18 هتطلع الإجابة بكام؟ في 5 على 18 هتطلع الإجابة بـ 22. ماشي، وماشي مسافة قد إيه؟ 66. عايز ايه بقى؟ عايز المسافة اللي هتوصل بيها للريست. عايز المسافة اللي هتوصل بيها للريست. يبقى تعالى كده بالراحة بقى. دي كده مرحلتين. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. المرحلة الأولى في نوت بـ 66 والفي فاينل بـ 79.2 هضربها في 5 على 18 تطلع بـ 22 والاس اس 1 بـ 66. المرحلة الثانية عايز الديستانس اللي الكارت كام تو ريست. ماشي، يبقى دي مرحلة ثانية. الفي نوت هنا هتبقى بالفي اللي أنا هطلعها هنا اللي هي 22 والفي فاينل بزيرو. ماشي، يبقى الفي نوت ب 22 والفي فاينل بكام؟ بزيرو، فاضل اطلع الاكسلريشن، طلع لي الاكسلريشن. من التلاتة دول، من التلاتة دول هجيب ايه؟ هجيب الاكسلريشن، هتبقى في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 اس. طب في بكام؟ 22 سكوير، في نوت 66 سكوير، 2 في ايه في اس اللي هي 66، تعرف تطلع الايه؟ هتطلع نيجاتيف 88 على التلاتة. يبقى الاي هنا نيجاتيف 88 على 3. تعرف تجيب الاس؟ طبعا. هجيب الاس ازاي؟ هقول في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 اي اس. في لا 0، في نوت اللي هي 22، 2 في نيجاتيف 88 على 3 في اس. تعرف تجيب الاس؟ اعرف اجيب الاس. الاس هتطلع بكام؟ ب 8.25. خلصت. السؤال رقم 11 بيقول لك كار موف باي يونيفورم اكسلريشن باسنج 3 كولينير بوينت A اند B اند C. حلو، ادي A وادي B وادي C. في A طبعا بيقول لك ان دي ب 20 ودي ب 20، يعني اس 1 ب 20 واس 2 ب 20. بيقول لك ذا سبيد اوف كار A عند A عند النقطة دي يبقى في A ايكوال 8. And the speed of car B يعني VB equal 12. عايز ال speed عند C بكام؟ طيب أنا هشتغل على الحتة دي. عندي V نوت اللي هي VA وعندي ال V final ب 12 وعندي ال S يبقى V bar 2. أنا كده بجيب في أنهي مرحلة؟ في المرحلة دي، المرحلة الأولى دي. يبقى V bar 2 equal V نوت bar 2 plus 2 AS. في اللي هي بكام؟ ب 12 سكوير، في نوت اللي هي ب 8 سكوير، 2 في ايه ما اعرفهاش، في اس ب 20، كده طلعت الايه هتطلع الايه ب 2. حلو، يبقى الايه الاكسلريشن هنا ب 2. طيب والاس ب 20، تعالى المرحله الثانيه. دي كانت المرحله الاولى. المرحله الثانيه الفي نوت ب 12 والفي فاينل ما اعرفهاش واس 2 ب 20 والاي ب 2. هكتب القانون في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 اي اس. الفي بكام؟ الفي ما اعرفهاش لو عايزها. والفي نوت، الفي نوت ب 12. انا بتكلم عن المرحله الثانيه، يبقى الفي نوت ب 12 بلس 2 في اي اللي هي بكام؟ ايه اللي هي ب 2 في اس اللي هي ب 20. واحسب دي كلها واعمل لها روت هتطلع 4 روت 14. السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه بارتكل ريليزد فروم ذا جراوند، نفس الفكره بتاعت الاير والساند. ادي اير وادي ساند، ادي الرمل. طيب ريليزد يعني في نوت بزيرو والجيب 9.8، دخلت جوه الرمله مسافه 4 متر، دخلت جوه الرمله مسافه 4 متر والفي فاينل بزيرو. حلو، بيفور اتريست
it moved inside uniform deceleration 63 يعني الـ A بنيجاتيف 63. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة يا عمورة، عايز مين هو؟ عايز الهايت اللي فوق. طيب احنا كل مرة كان بيديني ده التلاتة دولة اجيب الفيو تبقى هي هي الفينو التحت، هنا عطانا التلاتة اللي تحت، فانا هشتغل تحت الاول. هجيب الفي نوت اهو، في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 اي اس، في بزيرو، في نوت ما اعرفهاش عايزها، 2 في ايه اللي هي نيجاتيف 63 في اس اللي هي ب 4. تعرف تطلع الفي نوت؟ هطلع الفي نوت يا باشمهندس. هتطلع الفي نوت بكام؟ هتطلع الفي نوت ب 6 روت 14. يبقى الفي نوت هنا ب 6 روت 14، يبقى الفي هنا ب 6 روت 14. طب انا عندي ثلاث حاجات فوق، هكتب القانون بتاعنا في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 اي اس، في اللي هي 6 روت 14 اول سكوير، في نوت ب 0 2 سوري 2 جي اس، الجي ب 9.8 الاس ما اعرفهاش. هاخد دوت دي بالديفايدد اطلع الاس، الاس هتطلع بكام؟ لسه هتطلع 180 على 7، يعني الإجابة B. السؤال اللي بعديه، موتور سايكليك ماشي، ماشي بإيه؟ ماشي بسرعة. خلاص دي طبعا سهلة، موتور سايكليك اهو، يبقى في A ب 25. If the reader observes the car moving opposite direction، يعني في B ما عرفهاش، قال لك شافها ماشية ب 105، يعني في B A equal 105. طب هي opposite direction، القانون بتاع opposite direction ايه هو؟ V B A equal V B plus V A. طب V B A اللي هي 105، V B معرفهاش، V A ب 25، هودي دي بالماينس خلصت. 105 ناقص 25 هتطلع ب 80. السؤال اللي بعديه رقم 14، mass of planet double the mass of another planet، يبقى M1 دبل ام 2 وريديوس اوف ذا سكند ار 2 دبل ار 1. عايز جي 1 على جي 2، طب هي جي 1 على جي 2 ايكوال ام 1 على ام 2 فار 2 سكوير على ار 1 سكوير، يبقى جي 1 على جي 2 هو ام 1 هشيلها واحط مكانها 2 ام 2 على ام 2، ار 2 هشيلها واحط مكانها 2 ار 1 اول سكوير على ار 1 اول سكوير. مين هيروح مع مين؟ دي هتروح مع دي، ار 1 سكوير هتروح مع ار 1 سكوير، هتبقى 2 2 بار 2 4، 2 في 4 ب 8، يبقى الاجابه بتاعت 14 هتبقى كام لكام؟ هتبقى هو بيقول لك ار 2 دبل ار 1 ماشي. M1 دبل M2 و R2 دبل R1 ماشي. السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه؟ رقم كام؟ 15. عايز ايه بقى؟ عايز simplest place. طبعا هنا واحد هو واحد واثنين وثلاثة صح؟ يعني هقول واحد وايه؟ بعد كده واحد وبي، بعد كده واحد وسي، بعد كده اتنين وايه؟ اتنين وبي، اتنين وسي، بعد كده تلاتة وايه؟ تلاتة وبي، تلاتة وسي، بعد كده أربعة وايه؟ أربعة وبي، أربعة وسي، بعد كده خمسة وايه؟ خمسة وبي، خمسة وسي، بعد كده ستة و A ستة و B ستة و C. يعني الإجابة تطلع كام؟ سمبل سبيس عدهم كده، تلاتة واحد تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، تلاتة في ستة لو عدتهم كده هيطلع لي 18 حاجة. سؤال رقم 16، A subset B، يعني ايه A subset B؟ يعني ايه جوه ال B؟ يعني الانترسكت في B A واليونيون في بي بي. طيب هو عايز ايه؟ يونيون بي اول داش، يعني 1 ماينس اليونيون.
كل الكلام ده كل واحد على التلاتة. يعني 1 ماينس هو اليونيون في كام؟ في بي بي. طب هي البي بي ما عرفهاش، ما اليونيون هو هو البي بي. كل الكلام ده كل واحد على التلاتة، يبقى البي بي 1 على 3 ناقص 1 يبقى 2 على 3. خلصت. السؤال اللي بعديه. كوين توز دي 3 تايمز، عايز البروبابيلتي تو هيد ات موست. طيب هو هنا هيد وتيل، دي اول مره هيد وتيل هيد وتيل هيد وتيل هيد وتيل هيد وتيل هيد وتيل. ماشي، يبقى هيد هيد هيد، بعد كده هيد هيد تيل، بعد كده هيد تيل هيد، بعد كده هيد تيل تيل، بعد كده تيل هيد هيد، بعد كده تيل هيد تيل، بعد كده تيل تيل هيد، بعد كده تيل تيل تيل. هو بيقول لك ايه؟ تو هيد ات موست، يعني اتنين هيد بالكتير، يعني يا اتنين هيد يا وان هيد يا مفيش، يا اتنين هيد يا وان هيد يا مفيش هيد. يعني كام واحدة؟ يعني 7 على 8 يبقى الإجابة بي. ده السؤال رقم 17. السؤال رقم 18، body projected upward يبقى الجيب كام؟ بنيجاتيف 9.8 بفيلوستي، يعني فيلوستي 40 from the top of the tower 90، يعني الاس بنيجاتيف 90. عايز التايم، هجيب التايم عادي اس ايكوال فينو تي بلس هاف جي تي سكوير. اس اللي هي نيجاتيف 90، فينو اللي هي 40 تي، هاف في نيجاتيف 9.8 في تي سكوير. هحل دي بالكالكوليتر او اقعد اجرب التي بكام في الاجابات، هتطلع لك التي بكام؟ ب 10. السؤال رقم 19، عايز بي اي داش يون انترسكت بي داش، يعني اكنها بي اي يونيون بي اول داش، يعني 1 ماينس اليونيون. طب اليونيون اللي هو ايه؟ اليونيون اللي هو بي اي بلس بي بي ماينس الانترسكت، يعني 1 ماينس هي البي اي اللي هو 0.4، بي بي اللي هو 0.3، الانترسكت اللي هو ب 0، هطرح دي هتطلع 0.3. خلصت. السؤال اللي بعديه رقم 20، distance between two plane equal 20. خلاص طبعا هنا 20 كيلومتر ده الاس، وهنا السبيد 300، هقسم 20 على 300 هتطلع بكام عشان اطلع التي؟ ما هو التي اللي هو اس على فيه، اس اللي هو 20 على 300 هتطلع 1 على 15 اور، هو عايزها المينت هضربها في 60، 1 على 15 هضربها في 60 هتطلع كام مينت؟ 4 مينت. يبقى الاجابه هنا رقم دي. هو اعطيك هنا المسافه واعطي لك الفيلوستي وبيقول لك عايز بقى مين؟ عايز التي، يبقى المسافة اللي اس على في. السؤال اللي بعديه الاي سي اخر حاجة. بادي ستارت موشن انيشال فيلوسيتي 7، يعني في نوت ب 4 والاكسلريشن ب 4. ماشي، عايز الديستنس افتر 6 سكند. طب هقول اس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير، يعني اس ايكوال في نوت اللي هي ب 0، هاف في 4 في 6 سكوير. خلصت يا باشمهندس. عايز الفيلوستي عادي، في ايكوال في نوت بلس اي تي، برضه الفي نوت ب 0 والاي ب 4 في 6 تطلع 24. خلاص. السؤال اللي جاي سؤال الامتحان، خلي بالك. بادي بروجيكتد فيرتيكلي ابورد يبقى جي بنيجاتيف 9.8. ماشي، راحت ورجعت في 10 ثواني، يبقى راحت في كام؟ في 5. ماشي، والماكسيمم هايت يبقى الفي فاينل ب 0، يبقى الجي بنيجاتيف 9.8 والتي ب 5. ليه؟ لان راح ورجع في 10، يبقى راح بس في 5، يبقى يبقى خلي بالك عشان الحته دي مهمه، ريتيرن باك يبقى راح ورجع في 10، يبقى هو راح في 5. الفي فاينل ب 0 لان هو وصل للماكسيمم هايت. طب انا عايز ايه؟ عايز الفيلوستي، عايز الانيشال فيلوستي، في ايكوال في نوت بلس جي تي. طب الفي بكام؟ ب 0. الفي نوت ما اعرفهاش، ده انا عايزها. الجي بنيجاتيف 9.8، التي ب 5، هتطلع الفي نوت هتطلع ب 49.
عايز الماكسيمم هايت في بار 2 ايكوال في نوت بار 2 بلس 2 جي اس. الفي بكام؟ بزيرو. والفي نوت 49 سكوير 2 في جي اللي هي نيجاتيف 9.8 في اس. تعرف تجيب الاس، هتطلع الاس خلصت، هتطلع الاس بكام؟ هتطلع الاس يا باشمهندس ب 122.5. السؤال ده اكزام راح ورجع في 10، يبقى هو راح بس في كام ثانيه؟ في 5 ثواني. وصل للماكسيمم هايت، يبقى الفي فاينل بزيرو. الجي بكام يا باشمهندس؟ بنيجاتيف 9.8. كده يا باشمهندس خلصنا ادارات وسط والمنتزه والمنتزه والمنتزه. هما مش ثلاثه منتزه، هما فيهم واحده شرق، بس انا مش هقول لك هي انا واحده فيهم اللي شرق عشان ما تركزش قوي، عشان ما انا عارف بتوع شرق يحبوا يتفرجوا على شرق بس، فانا ما كتبت الشرق على الاداره. دي المفاجاه. بحبك، اتفرج على الفيديو ده كويس مره واثنين وثلاثه وهتدعي لي بكره. طمني عليك، بحبك، باي باي.